بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسطر وراء السطر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد، وعن كبر هذا إن آيات لحدا سورة القصص، وعن سارق نيضا إله سبحانه وتعالى وإنه صوت المامي موقال كأي لهايين ومده قال ذاها يعني إسلام كاهين يو أرن كود هالك وكدن بيي إيمان لأنتي وحك الراعي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السطر وراء السطر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد، وعن كبر هذا إن آيات لحدا
سورة القصص. وحين سارق نيضا إلهي سبحانه وتعالى وينوصت المامي موقالك أي لهايين ومذهي قال ذاها يعني إسلام كاهين يو أرن كوذ هلك وكدن بيي إيمان لأنتي وحك الراعي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. درهم وعبد الدينار وعبد القميص أو القطيف تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش وحا هلاك سمي أدونك جينيك إيا شلينك إيا بغاشك قطيفة ووحن لك وقل لديه تعيس وانتكس ألها هلاكوها صولع وإذا شيك فلانتقش هدو هيرمان ألوان للرقادين geelo marku heermo ee qoraxda daalabta ah dheere ay muddo midna waa la ragaadin karaa oo qoraxda laga soo saari karaa oo intiqaash baa lagu sameyn karaa midna lagama soo saari karo oo wax kasta hadii loo raadiyo way libdhaa oo qoraxdaas way ku fogaataa marka kaasi haduu qorax iyo tincad ka jeero oo uu heermo alla waa laga soo saari bu nabi calayhi salaatu wasalaam ila uu heermo oo halaag sameeyo habaar ku dhacay وأرنا يا بدن ويا وين أتكو حساب تنتا قف كاجا مسلم كاهي حرير كذي لهاي الله لا يضحي عمل كاو كفر محاد كلا تمد آخره محاد ودي ودي قت هذا ديار جرو ذي أنا هبيني مال تاك فكرة وأنا نصيب دره تتك يجي يوم مسلمين أو إسلام كي كوا أبتر سنة يا دين تيو نسبة شيء كان يا جعل إن هذا أنا مال وحمر يا حال كود مش عمر يا نتجرني مساجد كاتمي ما بايا قانا يسوق ميشو كويال ما بايا قانا صلاة السيدة لو تكذا يجيتك صلاة ليلة علمي قال لغو قاتم مسجدية حلقتك ترتبا ما أغدا وحلقا يا أبا إذن كو اسكو مغالا تشوغا اسكو شقا كوچرا اسكو قوري كنول إنو اسنا عالم تشوغا أدنا العالم تشوغت ووحد عيوي وادوغنا العالم كنوشا ده إلهي هذا كوش هاي هذا عبادة السنة السود مسجد كي ما ليس صاد نور كاك قيب جريس يسقونا أنا وحبك الدوانين حق الرقم كقال ككنا الوطن كله حق الرقم كيسي عمل كيسي فكر كيسي أنا كتدي سمر كله ولا جي مساجد يمانة ولا جي كوكي ويسمرين ولا جي فاتحة يديك نتون آخرين يا شهاد بس لأن هذا نوع عاصم هاي صباح ذي مركز صوب هذا شقق قشا هذا ورئيسة عالم كله كله ليه وأنت في عالم ثاني marka dadka noocaas waa dadka gurmadka u baahan bulshadeena bulshadeena waa wax badan dad badan baa gurmad u baahan oo kanu nabigu habaaray ee abdu dinaar iyo abdu dirham qofkii aan shahaadanay aan shahaadadiisi inay tamid afka una oo amal jirin marka waxa uu baahan yahay qofkaasi dadada wahaysa ama dareen wanaagsan leedahay inaad u gurmato inaad u gurmato nuurka aad ka qayb geliso oo xalqadaha cilmiga aad tusto oo cibaadada ilaahay u sheegto oo aakhira xusuusiso bal war inta la saaxiibta wanaaga aad mar uu ka qayb galiso ila adiga qudhigaaga mas'uuliyad ba ka saaran oo waa lagu weydiinayaa laakiin subaxdeena ay isugu timaadaan maamulka meeshii wax lagu maamulay ama meeshii laga shaqeysanay ama meeshii laga hawlgalay inay isugu timaadaan oo tiraada li waxtu kullu waahid li waxtu mid waliba gaarkiisa ayaa ilaahay wax xisaabtamaya ilaahay wuu xisaabtamaya laakiin haddana qofka wixii aad ku tari karto waa waajib weyn marka dadka waa in laga badbaadiya adduunyada qaadatay ilaahay aakhira ay lawsiisay ay iska shaqeystaan laakiin dadku waa inay gacanta midi ku haystaan wixii xaq ahaa alla wuxuu wamaa utiitu min shayin famataacu lxayaati dunya waziinatuha mataac waa shay maalma lagu raaxaysto maalma lagu moodo siinana waa bilic ubax waynu aragnay qur-aanka ubax dee ku tilmaama adduunyada
ubaxu had iyo jeer inteebuu dhalaalkiisu joogaa dee waa inta dharab jiro inta dharab uu haystaabuu dhalaalaa ubaxu laakiin haddii dharabka iyo qoyaanka iyo biyaha uu waayo wuu qaadhaa dabayshuna way qaadaa ziina taas waa dunyadii waxay u baahan tahay inuu qofku fikiro oo wax badan dhugto oo diraasad samayn karo oo halka dadkii mareen iyo halkuu ku socday iyo meeshu ka yimi waxa caqliyad bay u baahan ilaahay baa isbarbar dhigayoo qofka ballanta ilaahay haya iyo qofka ballanta shaydaanka haya labadaas talo maxay ka noqon karaan afama wacadnaahu wacdan xasana fahuwa laaqiih bal ka warankaan u ballan qaadnay ballan wanaagsan ee ilaahay u yabahay janno ilaahay baa jannadiisa u yabahay kaasi miyuu la mid yahay dee fahuwa laaqiihi ballantiina wuu la kulmi doonaa ilaahay ballantiisa dadka kagaba baxee kaasi miyuu la mid yahay kaman matacnaahu mataaca alxayaati dunya adduunyadan un baan horsiinay oo aakhira ma hayo aakhira ma hayo waxba kuma hayo ilaahayna ballan kama haysto jannadiisa kaadhuu ku galayaa ma jiro labadaasi miyay isku mid noqonayaan dee weliba qofkan ina adduunyo uma huwa yowma alqiyaamati min almuxdariin kuwa cadaabka loo soo tubayaa buu ka mid yahay sidaasaa qur-aanku had iyo jeer aakhira uu dadka u xusuusinaya adduunyada ma arkaysid inta badan iyadoo qur-aanku meel meel kooban baa shaqaysta la isfaraya laakiin aakhiruun baa qur-aanku dadka ku abaabulaa iyo nusuusta waayo adduunyada insaanku wuxuu iskaga uu ku buuxsan yahayda uu ku buuxsan yahay ama xalaal ha ku raadiya ama xaaraane qof waliba xoogsi buu ordaya xayawaanka xataa xoogsi buu ordaya marka waa fidra ahaan iyo abuur ahaan buu qofku adduunyada inuu shaqaysto isaga xiisaynaya waa iskaga diran yahay dardaaran uma baahna laakiin mashhadkan iyo muuqaalkan aan imika u muuqan qofka wax badan oo ilowsiyaana ay ku xeeran yihiin sida adduunye iyo shaydaan ayaa in fara badan nusuustu ay dadka xusuusinaysaa ilaahay quluubteenna ku beeraya subxaanah wallaahi ma alxayaatu dunya fi laakhirati ilaa kamaa yagmisu axadukum usbuucahu fi lyami falyandur maada yarjicu ilay xadiidkii saxiixa nebigu intuu dhaartay baa waxa uu leeyahay khayrka adduunyada lagu hayo oo dhami ka aakhira marka la barbar dhigo ee jannada yaalla waxaa lagu shabihi karaa uun qof fartiisa badda geliyey haddaad fartaada badda geliso biyaha intay ka soo qaadaysa waa wax aada u tayar aada bay u tayartay nicmada adduunyaduna ta aakhira saasun bay uga dhigantay buu leeyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam muuqaalka haddii aynu ka soo gudubno mid kale aynu u galayna oo ah diinlaawayaashu sida ay kufrigii u eedeen aakhiro iyo sida ay iyagu isu eedaynayaan halkan horteennaa ilaahay uu keenaya wa yowma yunaadiihim waxa waad kor nebi maxamedo waxaad xustaa yowma yunaadiihim maalinkuu ilaahay gaalada u yeedhayo fayaquulu waxa uu leeyahay ayna shurakaa'ii kuwa ila caabudayseen maye alladiina kuntum tazcumuun kuwaasoo aad sheegayseen inay ilaahyaal yihiin maye qaala alladiina kuwii waxay idhaahdeen xaqa calayhim alqowl qowlka cadaabku kuwii uu ku rumoobay waxay idhaahdeen rabbanaa ilaahayagayow haa-ulaa'i kuwaasi ee kuwan hadalkan odhanaya waa kuwii la caabudayay haa-ulaa'i kuwaasoo na caabudaya alladiina kuwii weeye aqwaynaa aanu luminay aqwaynaahum waanu luminay kamaa qawaynaa sidii aanu annaguba u baadiyaysanun baanu dee u jiidanay iyagana tabara'naa ilayk beri baanu kaaga nahay nalaguma halleeyo maa kaanuu iyaana yacbuduun annaga namay caabudayn imikaba wa qiila waxaa lagu yidhi udcuu shurakaa'akum ba haddana mar labaad ilaahay wuli waxaa la yidhi udcuu u yeedha shurakaa'akum kuwa caabudayseen fadacauhum way u yeedheen falam yastajiibuu lahum may u jawaabin wa ra'aw labada qolaba waxay arkeen alcadaab cadaabkii bay arkeen law annahum kaanuu yahtaduun haddii ay hanuuni lahaayeen
لما وقعوا في هذا العذاب عذاب كان كما يدعي ويوم يناديهم مالك إلى هوية ريا حسمر كلا وضدك وشيك نبي محمد فيقول إلهي ويحو الله يبالا أجبتم المرسلين رسوشا صادر أي محاق وشواتين ما أقبشين بسوا ديدين فعميت عليهم وحكاين ربي شيء الأنباء جوابتي يحجدي أنا خفيت عليهم الحجج جوابتي ما كحرنتي يومئذ مال انتا قيامة فهم لا يتساءلون وإحنا سويدين كريمايا كواس ونوعا ومديها الأكسنت فأما من تاب وآمن وعمل صالح قفك توبتك يعني إلهي الرمي عملون أكسن لي ماذا فعسى وحد نبأه أن يكونوا من المفلحين هنا يكمل نقدان كوا الليباني ساسا ربنا سبحانه وتعالى مقال كعجيب كابا نور كآيضات ونقهر كينا قرآن كو هذه يجير تدكا وحيد عيا وحيد عيدونا لبدا وهرتو كينا ومشاهد هي مقال قرآن كو تدكا هرتو دو كينا وحاد سيدا هذين وحاد سيدا ورندونا ويقفك إلهي وهنونين التأثير يسامي بكلها وحلو شيئا qofku talaabada uu qaadayo natiijada uu kala kulmayo in loo sheego waa muhiim ilaahayna nataayijka iyo waxa soo baxaya isku sii boogsoon yahay sida maanta waxa jooga wagiya arinto marka hadii jeer dadku sidana soo eedeynayo ee uu isu nacayo waxay ka turjumaysaa waxa la sameeynaa lagu heshiiska aha inuu yahay waxa uu faalxu waayo waxa iska dabiici ah qof dadku marka ay had iyo jeer guuleystaan way sambaleeyaan waanay farxaan waanay in waliba guushaas u dugsada isagu isu soo nisbeeyaa u dhahdaa ana sameeyay anaga sameeynay laakiin marka la jabo waana la kala cararaa waana la kala barin noqdaa waana la is eedeeyaa marka ficilada maanta gaalada ku faraxsan ma ay sameeynaan natiijadoodu waa taas bay ilaahay u naleey سداسا لو كلا عرري دورا سداسا ليسو ايدين دورا سداسا ليسو كراهيسن دورا كلما دخلت امه لعنت اختها سداسا الى هي مركزتو اهل النار كقلا اي نارته غشبه كوي كلا نعدلا هو كسي هوري كوي كدنبه ولا اسو نعدليا هلكا اي سامبليين ايان اي اسلا فرحيان ددك اولياء الهي مركا اي جنه غلان لبدا قرساسي وكلا تغي القرآن كنا ميلا بدن بطنو كرسو عليا يدهن اي كوه رميا الله وحاول كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد وحلبا ما لنت قيامة هنا عبادة ذكا قالوا بدونا عكسنا كنا قندونا نكسوه رجيسن دونا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ما لنك تذكر لصور ريعاد وبين قندونا وحي عابدين ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وانا لا استعدل يا وانا لك لقالوا بي أولياء إلهي سلامها إلهي إلا كلان كيسي كفر حسين كلان كملائكة كفر حسين كلان كدحدو دابي كفر حسين مركب ما لنت إلهي ويرا يوحى أولياء شركة إلي أشيك جرتين ما يه وحى شيك تانين يتران إلهي ألا لا عبدا ما يه مركب كوي حق عليهم القول عذابك يبوه ذو الهي يبوه كوية كرهم وبذيباح إليهن إلهي وكوة معنى هؤلاء الذين كوة سوى كوية عابدين كل عابدين يبان هذا الكورن أغويناهم ما أغوينا أغويناهم والله سكويس أكيد يا أغوى أي أغوى أي يركن الدوان أغوى وحوي ولومي غوى نوى لومي وي سلام الله فعلا كلام وشنيا مركا أغوينا أغويناهم ويسد كده وانو لو من كوا انغا دوفسناي كما قوينا سانو انغا باولنا كوي لعابد ايبا عين كا اورنيا كوي سبب تو وها هلاك ايا نو اورنيا حدنا وهي كو دنبيسين الهي او كاغا بري بانو نقوناي انغانا نبي عابدين او سو كون يني وانو لو من معناها عباده غير الله وحايتو سنيسا هلكن كبر خاتي كعين اني باطل هاي عبادتنا عابدين يلا من تا عبادتنا عابدين حق ما هنا باطل به أنا ولا حن صاب النقانين على منه إسكقرت واسيد الشيطان كيون شيطان كي خطبة دوقة دحرية أهل النار كنار تدحرية جنود
مركز سائل هاي مركز لو كعر يو حلوذعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب أو يارا وحعابوا ديسان وأو يارا مركز عذاب كلا تسيي لو أنهم كانوا يهتدون وحيش علي سنيان إني هنون الهاية إني هنون الهاية مركز لك وحين كأركينا والله يسأل نبقى عليه الصلاة والسلام وحو تلمامي يا مركز إلهي خلقك يسوه ذكينا الله وحو كو امتحانا يا الله وكو كلاشان رينا يا سجود وحل لا يعد ولا يبعد دي آدو سجوديسي راع مركا أولياء ذا إلهي إلهي أمر ربو بحني هل سجود أبو لي تدك الصالحين تي سجود الله صلى قبص دي وي سجود يا أنا وي كاري كاري كويو سجود يا عدان إلهي هين أما بني آدم أما الصنم أما النفتودة أما الشيطان كوي آمين سنة يأو سجود يينا مركا يسير هذا سجود أيا الصبرات لقرنقا يا لحظة الكاتوت كان لحي aya sabarad oo kala noqonaya marka sidii loo sujuudi jiray si aan ahayn baa dhabarka waxay u dhacayaan jirjirkiya jeegada xagaas uu baqay bidanaya barbarkay u duulaya marka intii si toos ah u sujuudana waxa lagu garanayaa dooma Ilaahay inay intii sidaa si lan u dhacdana waxa la garanayaa inay yihiin dadkii diin diin laawayaasha waxa uu fasiray xadiithku aayada suuratun al-qalam ku sugan ilaahay uu yawma yud'auna ila sujoodi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila sujoodi wa hum salimun wa malika sujooda loogu yeeray fala yastati'una makaraya sujooda baa uu kari waayeen de sujood baa loogu yeeray jiray wa hum salimun iyagoo caafimaad qabo xoog waaweyn adduunyadii joogay Ilaahay suuudi waayeen maanta ma kari karaan imtixaanka waa barsidu Ilaahay imtixaanay halkaas la kala baxay Islaam baa sheegtay ki suuudi waa dad la iskaas ku darmaya ki ka santaagay ama ka wahsaday ama ka kifray salaada Ilaahay ee diiday inuu Ilaahay suuuda fooda u dhigo ee aan suuudin baad waa ka Ilaahay tilmaan waxa loo yeeri jiray oo sujuuda loogu yeeri jiray haya cala sala haya cala falaah iyaga oo caafimaad qaba markaasay diideen baraday taa diideen maanta lama kari karaya saasay ku kala hareen dadana cid waliba cid ay caabudaysay raacaysaa law annahum kaanu yahtadun haday hanuuni laayeen bay jeclaan laayeen oo way nabad gali laayeen ilaahay baa imtixaanay wuxuu mursaliintii maxaa ugu jawaabteen jawaabta mursalka waa waxa wax lagu kala saaray waa muftaraq tariiq halka dadka kala duwaysa waa jawaabta mursalka hadaa rasuulka siisay jawaab sax ah wadabad kaleys hadaa u jawaab weydood u dhagoolaysad waa amsta ama jawaabta aad bixisay ee baadil haydna waa halagsamaya qof intaas weey su'aalaha markuu qofku qabriga gala la weydiinayo wada ogtihiin bay ku jirtaa maada ajabtumul mursaliin ma hada arrajul دينتيسي إلهيسي وحكوتر ما هذا الرجل نك المحوية الذي أرسل إليكم نك الله إذن صادرين علمنا قارقود حلا اسم شرح حبل قف إذا سنة النبي جمر كسر كيس ماشى لكيني والنبي محمد أم وقنا يا قفر قال قلت سيقف كل حسابني هذا اسم شرح إلا وكاس تمثل النبي قال أنت أجمع كاسات يقف كم مكان الرسول كي والرومي النبي محمد وي كي كلنا ها 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 ورمي ما بقرنيه تما بقرنيه ميا نقاني بدي إيش قربوها دميو يقاني منافق ذلك دحموس يوهاي مركارنتي وارين هذا قوي ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين أرينا هذا قبطن بعي فعميت عليهم الأنباء يومئذ فلا فهم لا يتساءلون ورركبا كإن دبالي هدين لقوا يقولوا وركاجي وين دبالي محاضو قفتها تعود هذا وين دلاضي معناه ذو حويان أضاين دلاض wixii wax ku ila bixin laha iyo wixii aad wax ku heli lahayd iyo wixii ku hagi laha uu indhabeelayda lagu lawyerkaagi waa indhabeelay dacwadaadii waa indhabeeshay markhaatigaagi waa indhabeelay warkaagi waa indhabeelay adaa indhabeelay wi marka way waa si baliig oo heeler baa loo sheegay faamu anil hujaj wi waxay ka indhabeelaan inay xujo keenaan wax lagu qanci karo inay keenaan baa dam ka noqoto iyaguna isba weydiin karaan waxa la isuma la qini karo qofkii adaba ilaahay wuxuu ugu bushaareeyay maanta warkan inoo keen wax dambeeyeen horteenu keeno mushkilad ho iman doona horteenu keeno talo waa ay ka barka arinta fursadu maanta taagantay
فرصته ما أنت أي شرطة. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. إلهي خير كيس يد القائد كيس يوناك كيس كم تأينو الباب كتوبة ضدك أفرا مقحرين من نعم الله تعالى. وربك إلها يخلق وأبور يا ما يشاء وحاء الدون ويختار السجع آيات دورانية. ما كان لهم الخيرة أطامه اختيار ماله. سبحان الله إله إلى حمان كهفا وتعالى وحو كسر يا عما يشركون وحي إله إلى عابديا. وربك إلها يعلم وحو غانا يا ما تكن صدورهم لا بهد وحي قرينيا وما يعلنون إيا وحا أي موتشنيا لبدا بوغي. وهو الله وعبادك لقياش لا إله إلا هو إلا حق لقو عابدا مجر إساق مويانا له الحمد مهدب ليهي في الأولى والآخرة الدنيا آخرة إلهي مهد إساق عليه وله الحكم قوان كان إساق عليه وإليه ترجعون إساق أنا اللي إذن هرقين يا ملك اللي إذن قين ما يوغاد مركادين تأصور دان صارك إله نمدي فالصد أحيد باطل كأحيد أتصارك تهلك يكو قبق قبودي إله نماذا حقا يعد إلهي وإلهي سبحانه وتعالى أوديه سيبا هلكا لغو قحص ولغو شاقي وأنا عيدك للهين وأودي أبورك وأودي اختيارك وأودي علمك وأودي حكمك إنتا صور لما يبمر هاتي كؤرورين إلهي سبحانه وتعالى إساقا إله نماذا لو ديني وأرمرهم تي أدلاء هو موتشنية قفك مؤمن كهي وحي وعيدك قنعين لها إلهي سكا أبو روح دونه وحو دوننا دورت يخلق ما يشاء ويختار وحو دونه أبو راه ضدكم وحرا يا أبو راه مايا مخلوق وحوما أبو راه اختيار كودنا وحو التبصع على اختيار كإلهي يدور شديس وما تشاؤون إلا أن يشاء الله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله هذا هو حباد إسلاه هاي وضع هك أو سيدن كلا حراء وحتكون قصبنت سيدا إلى هاي ودون سبحانه وتعالى إن الإنسان مسير ومخير إنسان كوا مسير ومخير مخير ويا هاي وحبال الدور قليه حتى أنا مسير ويا هاي وحكون قصبين هاي إن وسلا إلى هاي ودورتين مرة أيكو قصبين أرن كسيدو إلى هاي وقرش أيقف قصبين خلاف كري ما يشاء ويختار يا تالقيه ليه ما كان لهم الخيارة. تدكوا حم مسلحات ده ده يكون شرطاما مستقبل كده. ما دوران كرانة ده وادي عارك. الهيد تدكوا دوره لكن يجي ويد دوران كروه. سك لا كل كله إيه إنسان كوا حيابها قار كود. مستقبل كيس أي مسير كيس أي حقيقة دي سلاح جيلة. وحاول تبص عطاؤن أرنك إلهي ودارتم بكو قصبية. مثلاً قفك. ملابو نقرأ يا مسلدي. أباها يهو يدى للا يواكوه محو عالفانا يا قوارمو ريمانا يا وحا صورنا من وحا يتابانا يا حقيقة ديس حتى نمخير وحكوية هاي مصير وكو قص سيدا إلى هاي سيدا إلى هاي وقرشيون بو صعنا يا سيقو مدوران كرا أبيه يهو يدي مدوران كرا اللي بيدا ديكاوية مدوران كرا مصير كيس ماشا معنا وقتي قوار ريمانا يا وحا عالفانا يا مدوران كرا إن طورنا مبا خيارك إلهي بهوز تاجيها إنسان مخير في مسير بكوية في ذلك مركا دورشد إلهي بتبص عليا ما كان لهم الخيارة وحكى الله معنينا يا مركا أي نقطة يا لقت تلقى عنا يا سحكم كيس يجوان كيس الراعية ودورشد إلهي سبحانه وتعالى وهلك الدنبا وح كتر توله الحكم وله الحكم حكم بحكة الدنبا كشاعر مركا قضية الحكم كمركات يا قضية أمرك يا نهيك أتونك اختيار ماله إلهي ينبع اختيارك له إلهي ينبع الدورة يا أتونك دورة شد إلهي وينو تبقى على أتونك مركا سأل الله فسر وحي سكون معنين آيات دي سورة الأحزاب كسغنيد أي إلهي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم رجي دمر قف كستام مؤمنة مرها تقول لها وحمروج وعميه يسقو أنا وحيلتها يبارني تقول لها وحيلة أنا وحنري ماشة ما تعلم لكن يقول لها يقول لها وكأقبله
وما كان لهم الخيرة أطول لماذا معنه إذا إلهي ونبريا وصلاص إلهي محول وحا أقبلك سمعنا وأضعنا وي. سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وعلمك إلهي حيش ديرا ما تكن صدورهم لا بود وحي قرن يعني وحي موتين يعني اسكو سيبوك سوين يا تالك هلا عدك لابا ما جرتبا عد خالق كسوها رأي أغان كرتا ما تكن صدور لا بو حكو جرا ما جر إله علمك سيدا وحي ديري هابيته إما اختير لغا نقضى علمي وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة إله كلي قوائسة إله إبا مهدل الدنيا آخرة مهد بولي كو هلاقابو مهد كلي أو كو هرم ريابو أيو مهد كلي أو كعسي يابو مهد كلي كو دولي يابو مهد كلي سيدي والبا إلهي مهد بكلي أطلن كلا مهد داسا وقرام بوحكيه لكراه وحيابو إلهي كو فرحانا مهد داسا وقرأيس وله الحمد وله الحكم وحي رعسنتهي وله الحكم في الأولى والآخرة الدنيا دي آخرة لبدا بيسك حكم كاله الكروا حين كسو مرني وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك له الحكم في الأولى والآخرة الدنيا دي آخرة لبدا بيسك قوان كاله وإليه ترجعون إنسان كنت أصوم بيتين وكفكرة إلهي إنك قوان كيسين والدنيا دي كقاتي حكم كيس آخرنا حق يسين وقيدي ويهينوني وقاد وابا إنت لقلع يهي بطاتك الدنيا مهور تقيسيد آخرة مهور تقيسيد عد كله أو كحساب نيس، وأمر هيركينا، أما صاحب كاجا، أما عدد مصلحة كله ورئيسه، إلهي بعد صرت أجلس، مرك عدد كحرك حرا نيس، هذا إسكدر سيسد إسكي أجلس، وكاد هرت أجلس، قل واحد إلى نبي محمد أرأيتم إجا ورما، إن جعل الله هدي له وياله، عليكم تشين الليل هبين كيسر مدا متشوكته. ودائما دو إلهي هبينك كدقة ورمى إلى يوم القيامة إلى مالك القيامة لك قاريو من إله إلهي غير الله أن إلهي أهين با يأتيكم بضياء افتين إذن إذن كينا إله افتين كينا يان الله أهين واكي أفلا تسمعون ومين أدقى ذا لهين دي إلهي وحكا دقيست قلوا حتى لا أرأيتم يقور رمى مركلة نبي محمد وكله سيدان كله إن جعل الله هدو إلهي يالا عليكم دشين النهار سرمدا ما لنك هدو جوكتا كاردقو يسوق بحث إلى يوم القيامة إلى قيامة لغا قاريو وضع مالنون أدونكم مالنون من إله غير الله من إله إلهي غير الله أن الله هين أيا يأتيكم بالليل هبين دين كينا يتسكنون فيها نسطا الكور رمى إلهي سهل يهبين أفلا تبصرون وميدان الدوال هاي ميان الله يدين بحسنا ما أكتان ومن رحمتي لأجل رحمتي نحريستي سدرادد بجعل لكم الليل والنهار هبين كي مالك أيو دي سيئ نحريست رادد لتسكنوا فيه سياو نستان هبينك ولتبتغوا من فضله يسياو راستان ديرات كي سمالنتي ولعلكم تشكرون يسياو مهد غضاء كل بمشهد بين مرينا كل بموقع القرآن كله كشقيسينا يا دقه كشقيسينا يا قلوبته كشقيسينا يا مركا قفك قلوبتي سيندي سي دقيس القرآن كوفرينه أنتينو إنك سنوي تاجينه أرواح دي سي قلوبتي سي وشقينا يا وقف فطنه فريده براروكسن قفك كلنا ودبولينه ودبولينه أفما يمشي مكبا على وجهه ومكبا على وجه ومقلصينه وتشو مقلصين وفررا ويساس القران كدين ولا هذا بل اريغا قلبا لو سوينه سدا كدي او سمو حدا هيستا ان نبي بلاش لو ليهي عليه الصلاه والسلام تلمان كستو الى هي النبي ليهي ددك تلمان واتي كو هاغاغيان واناتي كو هرمريا marka mashahidayn soo marayna wuxuu aha mashhad yawm alqiyama wa mashhad almasari'in alghabirin wa hada mashhad alkawn kaun kana inu taaganahay مقال كيسا لقوله إيك نحاك ونكس وكتاب كينو أخرية إنه كانوا بيسقون الله ميديا سيدا إنه كانوا أخرية إنه دوقف هذا السنيس مركات آياتها أرك يسب الهبين كيا مالك كرايل هبين كيا مالك عجائب تأي ليهن إياه علم جفلك
marka la diraaseeyo cajaa'ibtaasi iyo layaabkeedu baa sii muuqanaysa. cajaa'ibta ka muuqanaysa awoodda ilaahay unbaa aada u sii muuqanaysa markastoo cilmi falaga la sii diraaseeyo, iyo meerayaasha iyo kawaakibta iyo habsocodkooda iyo xawliga ay jarayaan, kulaylka ay leeyihiin, qabowgooda, waxaasoo dhamme wuxuu ka markhaati kacayaa un awoodda ilaahay subxaanahu watacaala. habeenkii iyo maalinkii waynu la qabsannay, kana madowgiisaynu la qabsannay, kana iftiinkiisa. Laakiin hadday maanta cusboonaan lahaayeen, caalamkao dhan baa warbaahinta ka sii dayn lahaa. War waxaa soo baxay mid maalin la ydhaa, war waxaa soo baxay qorax, waxaa soo baxay dayax, waa la isweydiin lahaayoo de waa adiga arkay dayax madoobaadka intee oo kabaradood baa u diyaara marka la ydhaa dayaxaa madoobaanaya ama qoraxda. Wariyaashao dhan xaggaasay usii jeedaan, ni walow kabaradiisu diyaarsanaya, waqtigaasaa loo diyaar garoobaya, waa waqti yaroo kooban. maxaad umanaysaa haddii meeshuba madoobaataba, haddii meeshuba madoobaato ama ay wada caddaato, waa kaa ilaahay tilmaamay. maslaxaddeenna iyo nolosheenna iyo nafiskeenna iyo nabadgelyadeenna intaba dhaawac baa ku imanaya. waa naxariis. qur-aanku waxa uu tilmaamayaa waa min raxmati, naxariistiisa inay ka mid tahay isbeddelka uu sidan u dhigay rabbi subxaanahu watacaala. habeenkii, maalintii, qoraxdii, dayaxii, xidigihii, roobkii, waqtiguu joojinayo roobka, intanoo dhammiba min raxmatihi un ku ururi naxariis ilaahay. qul ara'aytum baa labada jeer lagu celiyay, bal ka waran ilaaha soo helaya habeen, ilaaha maalin soo helaya, hadduu ilaahay maalinkiisa qufulo ama habeenkiisa qufulo, ilaaha soo helaya habeen ama maalin waa kee? lama hayo weye. ayaad ku jawaabaysa laa ilaaha gayru allah yatiikum bilaylin aw nahaar, ma jiro ilaahaan allah aynu habeen iyo maalin keeni karna. marka waa akhrinta aynu akhriyayna xaashiyaha caalamka. nebi maxamedna habeenkii markuu cibaadaysanaya intaanu aayadahan akhriyin buu dabadda u baxayaa aayadahaasu akhriyaya, xidigaha iyo quraacda iyo dayaxa, casharu uga dhigaya asxaabtiisa iyagoo layska caweynayaa buu leeyahay, bal dayaxaa ka warama, deris buu ka bixinaya. iyagu waxay isleeyihin tolomo bishu imisu odhan doonaa, mise maanta imisay maraysa, ilaynaha ugu basiidsana laysweydiiya waa intaasuna. haddaad imika halkaa u baxda dayaxa tolo caawa imisu maraya unbaad ad weydiinaysa, xiisada halkaad ka qaadaysa bishuba shan iyo toban ba hede sa waa kan dhammaystirmayn. laakiin nebigu waxa kaluu kaxiyo deris kaloo kan qur-aanko kalaa buu ka bixinaya. markaasuu leeyahay miyaa isku cidhiidhaysaan aragtidiisa dayaxa? maya, iskuma cidhiidhayno. ilaahay waxa u arki doontaa sida dayaxa u arkaysaan maalinta jannada aa gashaan. awliyada ilaahay, ilaahay waxay u arki doonaan sida dayaxa u arkaysaan. qof waliba halkiisa uga arkayo, itus iyo mee iyo iga qarsoomay yaxas ma jiro, nin waliba halkiisaasuu ku arkaya. dayaxa qoraxdaasu xiisad uga dhigaya nebigu calayhi salaatu wasalaam. waa siyaabuhu dadka u tarbiyeynaya bay ka mid tahay, siyaabuhu mashhadkan kownka u akhriyayo. abuu dhar buu ku leeyahay, abuu dharow atadri ayna tadhabu hadihi shams calaa macna alxadiif, ma garanaysa qoraxdaasi halkay way sii dhacaysaa ay tegayso? ma ilaahay rasuulkaa garanaya. nebigu wuu sharxayaa, wuxuu leeyay way soconaysaa, way soconaysaa, markaa waxay ku sujuudaysaa carshu raxmaanka hoostiisa. kolkaasaa ilaahay amar uu siinayaa inay mar labaad habwareegeedii samayso oo halkeedii hore ay kasoo noqoto, halkii ay kasoo baxda ay kasoo baxdo sidii u socoto. laakiin waxaa jira waqti oo amar lagu siin doono inay dib u noqoto, oo halkii ay ka dhacda ay kasoo baxdo, wareegeedii uu cags noqon doono markuu ilaahay doonaya meeshaba inuu ka saaro. ida shamsu kuwirat, marka la duubi doono. waa qoraxda iyo dayaxaasu duruustaa ka bixinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam. marka wax sahlan maaha, sidaad kan u akhriyaysaa la doonaya kaana inaad u akhriya. marka kolku nebigu banaankaa u baxa habeenkii buu dabeetana xaashiya akhriya, ina fii khalqi samaawaati walardi waikhtilaafi alleyli waannahaar, aayadahaasuu akhriyaya. markaasuu kadib salaatu leylkii wadaya, qul ara'aytum in jacala allahu calaykum alleyla sarmadan ilaa yowmi alqiyaamati man ilaahun gayru allah yatiikum billeyl yatiikum biqiyaa, yaa hadduu habeenkii joogto noqdo ilaa qiyaamaha, ilaahaanaan la ahayn ee diyaa iyo iftiin keenaya, iftiinkaa diyaaaasi, ilaa qoraxdii baa ilaahay u tilmaamay inuu diyaa ka dhigay, dayaxiina uu nuur ka dhigay. marka diyaagana waa iftiinkii qoraxda. ilaaha keenaya diyaa waa kee? waa ilaahay subxaanahu watacaala. hayna kale adduunyada dhexdeedii baynu ku sugannahay oo nolosheeda ay iska caadito, ay isku dhowyihin habeenkii iyo maalintii. ummadaha koonayaasha adduunyada ku nool waxyaabaha ugu dhib badan bay ka mid yihiin diyaagaasi. dadkaasaa dareemi karaya nicmada uu leeyahay iftiinku, iftiinka tamartii bani aadamka iyo tamartii daaqa iyo tamartii xayawaanka
يعافمات كودي بكشرة ما هو مرينا يسق إن كنين لقاطه ضياء جان يفتين كوريل إن كنين لقاطه ما هو مرينا يس مركي كوريل لواي بق كنين لقاطه تذكر حيابه في التاوه إنه ودينا ينبا كم ده الشيخ أو كنين كنين كي لقاطه نيجي كوريلك أيها الضوافر لقو درايا كور ما بفهم أيها بعنوك لما تناوح نقول كنين ككوريلك محوها ما دي جسيبة قبوبة قفك مركا وين شرحينا وحيدان ما مركا هل كان لتشوغو قفك قرح دي با إن بضان آلو أركيني سداد راد ددك وايالك أهيو وحا كرنعا إنو أبا هذا فيتامين دي بيوها فيتامين دي دكتور علي با تشوغي فيتامين دي أيا كرن ما يقفك سيبة ددك المدوبة أفريكا كي مدى قرح دي كرايالك أبا هذا وضا ياشي إسلامي مركا فيتامين دي كرن ما كنين كي ضياء وحا لسينا يا كرايالك هل كي قرح دي أقلي كو دبيتنا كيف هو سراعيين وضيق يسلان تينا كمان بارميو وكور كورسنا يهتانو كنين كاعونين وما بكا عيا وضيق يسلان تي بكا عيا وكوا كيري كولي الكوين اللقاء لكن نسيب درو وحلقو شاقا إن يرو دوفارا إني لقسيين وكنا ورعينا يا وكما حانو كي يلا ويا وكاديد هدي كولي الكي يدوفار سراعين وكاديد وي مركا إنو أفريكا دي سيكو صور نقضو يا سوماليا دي وكتهاري دي إنو خميس marka absad shay waa tusaalaha ugu yar in kuleelkii markii la waayay kinin loo raadsanay oo qofkii deetabartiisii vitaminkiisa kor soo qaaday wakalka dilbi yaraa u dhashay kuni kuleelkii loo saari waayay niba wuxuu leeyahay ilmihi yaraa u baashow curadkiis curadii sida heedo halkaasaa halkeen aanay ka dhacday hargeysadeena wadageena iyo islaantuba way jeclaadeen koo qoraxda baa laga ilaaliyay ilmihi yaraa qulkum baa lagu hayaa aqalkuun oo ka ilaaliya qoraxdo tabeetana dhakadii baa dhaysisay lafti aad kaan lahayd baa raaciye soo jiricsan dhaqtarka loo geeyo tabeetana wuxuu yiri ilmaha qoraxdu la fariis mushkilad kale ma jirtee inta soo maalmo dadka qoraxda la fariisata dhakadu way adkaanaysa hadii kala sidaas ay u dhaysinaysa marka man ilaahun ghayru allah yaatiikum bidhiya kureelka koritaanka keenaya caafimaadka keenaya cunadu ku baxaysa jirka ku tabarinaya keenaya الله إلهي مبكينا سبحانه وتعالى أفلا تسمعون أفلا تبصرون لبدا عيضات ميلا حبا مغلين وانا دا إلهي أنا يدين دا دعين ميلا وحركين أرنكو وحبا هاي بحاسة السمع وبحاسة البصر طرينك مغل كي طرينك أرك وين يسوتش هذا وين روحو كوب بحسين وذوعد إلهي إنا دا جيسان كرتو وحكوت المامين إيجي كرتو أدي كلاوة دين دا بيلي ودا جبالي أدي لواس كوب حواية قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة وما لنكيبا صبحا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل إله يدين كينا يهبين تسكنون فيه أحسشا اسكندريف ينك إيو مالها كندا إيو مالها قاركو دو دي هبين أونا ينقطو ألما يرب هبين نقضة وقرح ذا باللوايا مالبها قاركو مركها الددكو hurdadu si un bay wax untay dadana dhaqaatiirta iyo qolada ijtimaaciga iyo cilmu nafsiga yaba waxa lagu la taliyay shakil aan isku qanciye in habeen ku jirtaan shakil aan isku qanciye koo taaqadahana labadaa loo sameeyo mid aad u madawgiisa u riban yahay oo dabeetana kaasun lagu soo deynayo leerka la baxtiinayo si aad u seexan karto aan weena iska dhigtaa un habeen marka maalinki uu joogto noqdo marka habeenkii uu joogto noqdana waa saac xigeed waa runtii waxa dareemi karaya oo naxmad ah qofka waaya ayuu ba dareemi karaa aayada sharaxeeda qofka saab dareemaya bilaylin taskununa fi sukunki yanna sashadi ayaa tan ku jira oo noolahani uma seexanayo hurdadii maalintii tii habeenkii baan isku mid ahaynba way kala macayhiin waanay kala nasasharooyin sida qur-aanku uu sheegun baa cilmiga xadiidkiina uu ka markhaati kacaya bal dhirtaas ayaa seexanaysa habeenkii oo aan maalintii seexanayn hurdadii xayawaanka iyo hurdadii insiga iyo hurdadii noolaha ayaa mid waliba habeenkii ay ku xidhantay teeda muctabarka ah ee tirsan iyo teeda tayada leh iyo teeda raaxada leh waa kaa ilaahay yidhi bilaylin taskununa fii bal nolosheennii baa ku xidhan ilmaha uurka ku jira haddaanu madowgaa helin ilaahay wuxuu tilmaamay koritaankiisa inuu madowgaa ka dhiga fii dhulumaatin thalaath
marku soo korinayo urka hooyadii ku soo barbaarinayay gudcur saddex jeer laban laaban ayaa ilaahay uu ku soo koriyay marka min nicamillaah allatii laa yashcuruhaa kahiirun min alanaasi وَبَكَى إِلَهِي تِلْمَامًا وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ يَا رَاعِسَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ أي في الليل وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ أي في النهار مالك يسي أخساقت أو راتستان مالك يسي قد تقيم كوانا كسي هبين كينا وحكوانا كسي نصشد ومالك حالة دعادتي هدي قفك الظروف تاي كل عضو نلشي سواء كحرا تهبينك أما وأشمار ويا أما شقدي سواء كحل أنت وها الكيل وده ظروف ويا وحالة عادي هاي تاس لكن يضون ظروفنا كل عين وأرن كان إسوي داريه يا نعمة ذا يا سيدنا لهاي الرماء ودقى ما أو مضلع يسوى وكدوين يقفك مضلع عينه تذكر قار كودو أما بالود لا أما يرثي لنا هذا يا مضلع عين يا مضلع عود أي كلا دوينه إسقى قراح الوحي أصاب حيسا ونقر ما مركع أي دعيس ayaa isaga qoraxdo markay inaga inaga dhacaysay isaga u soo baxaysay oo fool dhaqanaya oo soo toosaya oo qaadkiisa iyo fadhigiisa iyo tirigiisa shidanaya markay inaga ino soo baxaysana isaga way ka dhacaysa taana uu seexanaya qofkaas caalamka uu weydaarsan yahay habeenkii oo dhana uu siraadanaya uu qeylaya uu marqaamaya halkaas uu fadhi ku diriyay arimaa noocaas ah in cakis laga dhigaa waxay ka mid tahay nicmooyinkii Ilaahay afala tashkuruun waa nicmada Ilaahay cakistay way aanad ka mahadna marka durufi waa halkeeda laakiin xaaladu markay caadi tahay qofku sidaas u soconaya sidaasaa nicmada Ilaahay saasayna sashada ku jirta saashay shaqada ku wanaagsan hurdaduna ku fiican tahay Ilaahayna lagu mahadnaqay subhana wa ta'ala adkaartina aad akhriyaysa adkaar as-sabaah wal masaa marka si seexanaysiiyo marka aad soo toosaysiiyo marka gabal ku dhacay marka waagu bariyo mid waliba adkaar bay leedahay iyo ducooyin la akhriyay oo Ilaahay lagu mahadnaqayo oo tayna aad ilaawin waka وآيات نقرأها في صفحات هذا الكون وحاشية عالمك هي مقال كيسي عشرة ذنكو آخر نوي ويوم يناديهم مالك إلهي ويرى يمرك لحس قالت ويرى فيقول حلي أين شركائي ما يه إلهياش الذين كنتم تزعمون كواسو آشيغيسين إني إلهياليهين إلهياش أنيغ إلو ذاتشيسين ما يبو إلهي لأي قيامها قال بو سؤالي ونزعنا وحن كسو صار نيبو لهيري من كل امه شهيدا امه ولب مرخاتي ايان كسو دحصار فقلنا وحن هاتوا برهانكم واركان الدليل كين فعلموا وحي اوغادين ان الحق لله حق انه لهي لي والباطل لشركائه ولشرك وضل عنهم وحكل ما كانوا يفترون بحي ابورنين الا سوء مامودي ilaahay wuxuu ku cilcelinayaa shirkiga shirkiga wax la arko shirkiga ugu naxariya wax la arko gaalnimada ugu naxariya walaa yarda li ibadihi al kufr marnaba ilaahay gaalnimo ka lama raali noqonayo adoomihiisa kalama raali noqonayo kolaba wakaraha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyan saddex daaba ilaahay wuu idin la nacaa wakaraha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyan فاسق نما يا عاصر نما يا كافر نمو انت وانا دي لك رهيست اسك الى الله باي الهو مركا الاله هي كحنا جنيس اد كعري سينيس وحا وي مركا كدما ويدا وحا او كعرون يا سيد رادد بقى هذا هو اهد كسو علني اهد كسو علني وح كستو دنبيها او قفكو غلو رجا وحا لا قبا انو الهي كداف الا الكفر والشرك قال لي ما بو يعني تاسيدات بين خطر بدن تهي مركا قفكو وحا او وين أو إيمانك سك إلى شنعي وأنا كفر النقض معانك إيمانك سمرك هلا يا وأنا كفر نعى كفر يا كافر وكبي يا حمانتين الكاس على قوة طورية كي كلا ديجا يا تي سجى شرته كي كلا ديجا يا ورانا يلا بدا سان كلا صرف يلا سو كلا هريا الكاس كله من قواس واي عدو اللي بحق بيلا ذه حق إلى هاي ولا يوامح وعبادته وحده وان كل الا عابده عد ولا بحق بالله الحق كل ولا هي اللي واكا هداد كي دي دم حد ريبت اسغا ما حد ريبت marka qofka muuminka ay kuma safaado kufriga kuma safaado ilaahay haqqiisa subhana wa ta'ala ilaahay cid ma barbar galiyo shirkigu lama fududa gaalnimadu lama fududa ku dhawaaqideedu lama fududa
qiimeynteedu lama fududa kufriga waxa la yidhaahdo. Raasamaalka kaliyaynu haysana waa iimaan, raasamaalka kaliyaynu haysana waa tawxiid. Asxaabigu aad buu ugu farxay. Nabigu markuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, malakul jibriil baa goor dhaweyta, wuxuu ii sheegay qofka adduunyadan ka taga isagoo ashahaado dhab ah ashahaadanaya inuu ilaahay jannada gelinayo. Asxaabigu wuxuu yidhi, oo waxaba xado oo khamri ha sameeyo, miya wax kastoo xumaana, waa in zana, waa in sariq, haba xado oo haba sinaysto. Malagu saasuu ii sheegay buu. Haddee dadka maan u bushaareeyay buu. Arrinku waa arrin weyne, arrinku waa arrin iclaamka la geliyo weeye, arrin la qaliyo maahe, maan dadka u sheego. U kaadi buu, u kaadi. Idan yatakilu, way isdhiganayaanoo bustaha isku laabanayaane, ha u sheegi buu. Marka asxaabigu waqtigii dambe markuu nabigu dhintay buu isaguna ta'athuman, isagoo ka dhowrsanaya inaanu ammaano qarinin, ayuu sheegay oo bushaaradaa inoo sheegay. Waa runtii nabiga calayhi salaatu wasalaam xikmaddiisa iyo mucallinimadiisay nabiga ka mid ahay. Bal iyadoo intaa aanay wada haynin intooda badane ayay alaabta isku laabteenay, isdhigteenay, yidhaahdeen dee shahaaday noogu dhan tahay, haddii xadiiskana aad ku wacdiy laydka war, dad xadiiska mar walba ugu celceliso, nimanka halkaa dadka halkaa iska marmaraya oo tilaado sidaasaa la yidhi ood ugu celceliso, dee arrinkuba u dhan yahay, waaba soo dhawaatayba. Jannadaba meel gaaban baaba laga gelayaa. Dadka qaarkood oo ahlulmarqaanka ah, waxyaabaha qaarkood oo caamadu ay ku jeceshayba ayaa waxyaabahaas ka midi, inuu bushaareeyo una inta bushaarada una u wado oo dabeetana uu ku celceliyo. Mararka qaarkoodna qaladaadba ay ugu daraan ay yidhaahdaan soomka iyo salaada iyo dee daruuriba maaha, shahaadadaasaa kugu filanay, see u sii wadaan anigaasaa wacdigiisi wanaagsan, ilaano jannada meel gaaban buu kaaga tuuraya. Kani roon dheer buu kusoo marinayaabay odhanaya, roon dheer oo cadaabi u dhexeeya oo intaas oo dhan. Laakiin ninkaa wacdigiisa aad iyo jeer hadduu dhinaca maahay, ninkaa wacdigiisa ammaano bal u yara fiirso, malaa dhinaca bushaaradu aad u badiye. Laakiin waa laisu dheelitirayaa wacdiga iyo waciidka bushaarada iyo digniinta jannada iyo naarta sidaa qur-aanku uu isugu keen dhexdarayo. Marka waxaa inoo geeyay erayga ilaahay subxaanahu watacaala, xaqiisu waa inaanu istifaad gelin, xaqiisu waa inaanu istifaad gelin, waa inaanu barannaa tawxiidka. Tawxiidka cajalad baa kaaga filan ama laba cajaladood oo adiga iyo ubadkaaga iyo ehelkaaga iyo oridaadabaad barto, maxaa qofka laga doonayaa ee ku waajibaya? Kelmaddani sideebuu ugu dhawaaqaya, sideebay uga ansaxaysa? Dadka qaarkood baa markay ashhaadanaya ashadduba iska odhanaya, ashhaddu bay ahay, laakiin ashhaddu buu leeyahay, anugu waan adkeynayaa buu leeyahay. Ashhaddu haddii la yidhahdo dee ashhaddu mar haddii la yidhaahdo oo ashhaddu laga tago, dee waan adkeynayaa wey. Meeshuna waxaa la doonayay markhaati, waxaan aaminsanahay markhaatina ka ahayd ahayd oo dadkana u sheegaya. Marka kelmadda sida loogu dhawaaqayo, kelmaddan mutatallabaadkeediiyo waxyaabaha keensanayso, kelimaddan waxyaabaha burinaya iyo tawxiidka, waxaasoo dhan waa inuu qofku si kooban buu u qaadan karaaye. Dad badan oo thaqaafad loo macrifad leh ayaan intaasi ay ka qasantay. Shayga u horreeya aynu baranayna waa cilmigiisa la qaadanaya, waa caqiidada wey, waa caqiidada. Wa ilaa qofku waxaa dhacaysa haddii caqiidadiisa dhaawacanto oo uu ku dhacayo waxyaaba shirkiyaad iyo gaalnimo ah, dee waxaanu wada oo dhammi iyo camalkiisan oo dhammi wuu burayaa. Nacuudu billaahi min daalik, alla aynu ka magan galnay. Marka qadiyadda tawxiidka waa in aada iyo aad dadku ay isaga saxaan. Waxa khuraafaadka ahe burinaya, waxa waxu dhimaya waa taxayn, iyagoo saa isu daba taxan baabo. Shay wal oo la sameeyo cibaado ahiba, caqiidada iyo cibaadooyinka kaleba, mid waliba waxa uu leeyahay binaa-un wahadmun, dhisid iyo wax buriya. Marka dhismihiisana waa la wanaajinayaa, waa la qurxinayaa, waxa duminaya mubtilaadka la yidhaahdana waa laga ilaalinayaa. Taas waa inaanay sahlaana, ula sahlaana. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونزعنا من كل أمة شهيدا أمض والبوحان كسر أحصار نيبا إلها شهيد 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 ميتكم الخاطية أمضها ما شئ منايا واكوي وهري waa kuwii u dambeeyey, waa ummaddii jinka, waa ummaddii insiga, waa malaa'igtii Ilaahay. Ummadaha imanaya halkaasay isugu imanaya, laakiin kuwoodii dambaabaya xilku saaraaya shar iyo khayr la yimo jin iyo insiya ayaa halkan loo soo joojinayaa markhaati. Mar haddii nasci la sheegay waa mid iyaga ku dhex jiro, laga soo dhex saarayo. Marka culimmadu waxay u badan yihiin inuu yahay rasuulkii, fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid,
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وآيات النبي كيل مي عليه الصلاة والسلام مركي مشهد كا يا موقال كا عجيب كا هرتي سآيات كا سأي كان أصحابي كدو الأخرية عبد الله يوحي الوربال انتا سايس يغفل الله تايه هل كاسي دافيني بول حسبك حسبك معناه وحو صورته ومديو تاغن إلهي أو سبحانه وتعالى يهر تاغين ملايكتيو قارك هاي سميسان كي يكفديو لو تاغي جندي النارتيو هل كان حسابتيو صعوتا رسولك الله امتعانيو انتا سو مضوضة فشل ميسا وامو قال اسكو دبا تحانو نصوصتو انتو قلبي إيسا كسو دوروري قيرا قليس مركا شهيد كاسساسو نوضا رسول كانت مرخاتيكي سو مسهلنا إساقو كام قنبو كو مرخاتيكا عيا أما كو مرخاتيكا عيا نبقو عليه الصلاة والسلام لأنه أستاماتي له إلى هاي وكموتي يوم مدح على موين بالغ موتي على ما لك موتي من مغرج على ما ضدك كم وقت إما على ما وناك سنينيت أما على ما حنينيت ركال كاسوكا طالع عنيا كان بد قلي يا كلا هاي استها لما ضبها الكاسوكا أركيا رسولك صلى الله عليه وسلم كان هو مرخاتك عيا كان هو مرخاتك عيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وجينا بك على هؤلاء الشهيدة وما ذول بالرسول كذي يكون مرخاتي هذا يقولوا هذا ما دام يكون مرخاتي هذا سوت هاي دونته الكافر سهد دون السنة محمدنا الرعد شنادا أما الله الرفيق أما دركي سكعب تيسكو تيدت كومر خاتي كعينة كم النقطة عكت عكت أصارة السنه سي هدي سي دين تي سي شرعي سي الرعة هذا دين تاوي إذا رتنا وحياة كحرة ونصيبك ونزعنا من كل أمة شهيدة أمة مرخاتي يقل لفتي قولا يسكو مرخاتي كعية أنتم شهداء الله في أرضه النبي قولي ومدي هاي مرخاتي يالبا إلهي وقتهن للك مرخاتاتك واسكو مرخاتي ونزعنا من كل أمة شهيدا قف كلفتي ساسكو مرخاتي نقنا يسيد قرآني حديث بايت المامين مركو رسولك الضفرة أو ملك الضفرة أو عدو الله الضفرة مرخاتي قودة إلهي إساقو كالريقية مركا قفكو حبني ساسكو مرخاتي كعيا ألقا سوق صواف شرما يا رنجيش برهان يا الدليل وقفوا إسكوب الراحة مركا الله قبصده كيس بريح كروا ويحوا وقانا يا دليل كحقه إنه إلهي لها إله حق إنه إلهي عبادة ذي سنة حقه فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون حلا وحي وذينين بعض هاي أبوراني يفترون أي أبوراني أي أغان دون أنا ساسا الله كلا بحيا مركا واو أنا عجيبة وقرآن قلوبتنا وبرارتنا نعيك لدونا وحيونا قد تصالينا ونبه رمتي مركا تفسير كيسا قالته إن أنا عربك تطوب إنه لن قرآن لكن واحد نفتا ركوتا برتاد لقب ستا آيادها آد أخرية سيدو إلهي كولا هذا يسيدو وحكوه شيئا يسيدو وحكوه تصالينا بلين نمين كرت معنوه أما مركا لقو أخرية سيدو نبي قداوي المينا أما مركا لقو أخرية سيدو برتاد معنوه دي برتاد كفكر إن نمين كرتو تدبوري كرتو تاولا لقب ستا هذا الضوء بس القرآن كأذون معنيه سبعة سنين وواحد بران كرتو ونفترض أذ برايس هذا برتو إن أذ آياتها استدقيسيسو وآيات أذون دقيسنين أذ أفتنا أذ كسوع لسنة واللقب سنايس وأنا سيابها وقولوا إن التفسير ككوب بران كرتو حفظ القرآن كنا كوب بران كرتو وحفظ القرآن كواحد كوب بران كرتو إن القرآن كدقيسنيس وأذ اسمغ ليس هذيك لا أذ نقطة دكتور لا يسمع نفسه أو قارئ لا يسمع نفسه دي خطرت يا أيا إلا هذا قرآنك قلبي هنا ومدق يا حفظي هنا ومدق يا والله سبحانه وتعالى أعلم. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا